حمادة انت بتعمل ايه جوه؟ حمادة انت شكلك مش خارج السنة دي. كلمتين وبس. اوف وابنك بيعمل ايه جوه؟ مش عارف انا يا حمادة. فاجئنا وخلف كمان.
مكان والقلق هدينا خلصنا منه. بس ده يوحشني قوي. عقبال اخويا وحشنا هو روخر. بس بقى بس هو في الحمام. ايه ده؟ هيكون الولد حد جوه. افتح يا ولد. ده في ايه؟ انا عايز اتجوز. عينيا.